السلام عليكم اصحابي احبابي كامل اللي راكم تتابعوا فينا في قناه ناعم زيري. كما راكم تشوفوا اليوم راني متواجد هنا في شاطئ كيطاني، حبيتكم تشوفوا معايا كامل الشواطئ اللي راهي مغلوقه هنا في الجزائر العاصمه وتابعوا معنا. هاي كيما راكو تشوفو هنا تانيك، كيما رانا متواجدين هنا في شاطئ لابوانت نفس الشيء. كما راكو تشوفوا حاليا هنا رانا متواجدين في شاطئ لامدراك. لامدراك تاني راهي مغلوقة، الشاطئ تاعها مغلوق. هاي ليك حتى الباركينغ، هاي ليك كما راكو تشوفوا عدم وجود السيارات الا بعض سيارات الاصحاب البواخر الصغيرة. كما راكم تلاحظوا تقربنا اكثر لشاطئ لامدراك الباسان المعروف. هالي كما راكم تشوفوا ما كاين حتى واحد، انعدام الاشخاص كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا هنايا مازلنا في نفس المكان، برك هنا رانا من الناحيه الثانيه لشاطئ لامدراك جميله. كما شفتم لهي ما كاين حتى واحد يعوم منا، نفس الشيء. هاي ليك انعدام الاشخاص تماما. هاي لك كيما شفتو لاحظتو. هاي لك دوك نروحو لسيدي فرج نزيدو نشوفو الحاله كش راهي في سيدي فرج. سيدي فرج مقصد العائلات الجزائرية. هاليك فندق المنارة. ها كيما راكو تشوفو وتلاحظو، هاليك الباركينغ تاع سيدي فرج لا توجد ولا سيارة. هاليك كيما راكو تشوفو هادي هي سيدي فرج بلي ما كاين حتى واحد، الشاطئ راهو خالي تماما. كما شفتوا العديد من الشواطئ مغلوقة، في بعض الشواطئ كسروا الحجر متواجدين يعوموا عادي. كما راكو تشوفو هنايا راني متواجد بتاني شاطئ، على بالي قليل يعرف هاد الشاطئ اللي هو شاطئ لافونتان اللي جاي بين لامدراك وشاطئ البهجة. كما راكو تشوفو ها ملي كان يبانو ليا شاطئ سيدي فرج كان يبانو دوك لي كات ليتور. بالون بيتش الشاطئ المعروف المحبوب لدى الجميع كيما راكم تشوفوا هاوليك.
العديد من الشواطئ. حاليا انا هنا في بالون بيتش، هاي اللي كراي فارغه، لي زوتيل مغلوقين، لي ريستورون مغلوقين، كلش فارغ. هاي لك حتى الشاطئ كيما راكو تشوفو فيه. مازال عام طويل ان شاء الله. المهم احبابنا ما تنساوناش بليجام ابوني.